صباح النور، مرحبا بكم في أولى نشراتنا الرياضية باش نحكيو على الوجهة القادمة للمدرب منذر الكبير والفريق الجديد لعب الترجي حمد الهوني. لكن البداية بأخبار النادي الإفريقي اللي من المنتظر باش تعلن إدارة الفريق خلال الساعات القادمة على قرار رفع المنع من الانتداب وتأهيل كل المنتدبين، خاصة بعد ما شرعت إدارة يوسف العلمي في قيام بالتحويلات البنكية. إدارة الفريق كانت قدمت البارح المنتدبين الجدد على الصفحة الرسمية، وبالتالي الأمور ولات واضحة، وكما قلنا ساعات قليلة تفصل السياع على قرار رفع المنع من الانتداب. نقعد مع الكلوب اللي لعبت البارح رابع مبارياتها الودية استعدادا للموسم الجديد ضد الهلال السوداني، والماتش وفاه بانتصار السياب بنتيجة زوز بلاش. أهداف المنتدبين الجدد كينغسلي إيدو وعامر العمراني، ونهار السبت باش يكون ختام التحضيرات بمواجهة باش تجمعوا فريق مستقبل مرسى بداية من 5:30 تاع العشية. نقعد مع المباراة الودية اللي تلعبت البارح، الاتحاد المنستيري انهزم قدام نجم المتلوي في بنجنات 2 بلاش، والملعب التونسي تعادل مع العربي الكويتي 1-1. الترجي الرياضي فرط بصفة نهائية في المهاجم النيجيري إيوالا لنادي العربي الكويتي، وبالتالي بإمكانه تأهيل المنتدب الجديد البرازيلي رودريغو رودريغيز. وفد النجم الساحلي سافر في اللحظات هذه المدينة ميلانو، وين يواجه غدوة فريق أسي ميلان الإيطالي بمركز تدريبات الفريق، بداية من 5:30 متاع العشية، والمباراة باش تكون منقولة على قناة 9. أحمد البلي أعلن بصفة رسمية عن مغادرته للهيئة التسييرية للفريق الاتحاد المنستيري خلال الجلسة العامة التقييمية اللي دارت البارح بأحد نزول جهة المنستير. الجلسة العامة أهم الأرقام اللي سجلتها مجموع مداخيل بقيمة 10,749,000 دينار، والمصاريف 9,623,000 دينار، بالتالي فما فائض في خزينة الاتحاد مجموعه 1,125,000 دينار. المدرب التونسي المنذر الكبير قريب برشا من تجربة جديدة، وتحديدا المرة هذه في الدوري الليبي مع فريق السويحلي. الفريق هذا زاد قريب من التعاقد مع اللاعب هيثم العيوني اللي مازال كيوفاء عقده مع نادي أهلي طرابلس الليبي. العراقي حسين علي باش يغادر السياسات بعد جلسة جمعته البارح مع مسؤولي الفريق، وفما اتفاق مبدأ يحصل على فسخ العقد بالتراضي مع تنازل اللاعب على كامل مستحقاته. إدارة فريق مانشستر يونايتد ما تخليتش على لاعبنا الدولي حنبع المجبري، حسب تأكيد من مصدر من المنتخب التونسي. والقائمة اللي خرجت البارح على الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي ما تشملش حنبع المجبري باعتبار أنه ابن الأكاديمية ومازال تحت السن. إلى حد الآن ما تقرر شيء في مصير حنبع مع المانو، في صورة مغادرته للفريق باش تكون عن طريق الإعارة، والتفريط النهائي حاجة مستبعدة جدا في ظل قناعة الإطار الفني والمسؤولين بإمكانية. حمد الهوني اللاعب السابق للترجي على أبواب تجربة جديدة المرة هذه مع فريق وداد كازابلانكا، والحديث على توقيعه لمدة 2 مواسم مع الفريق المغربي. نذكر حمد الهوني وفى عقده مع الترجي أواخر شهر جوان، وكان قريب برشا من الانضمام لنادي الطائي السعودي أو العودة لفريقه الأم نادي أهلي طرابلس. المغربي رضوان جيد باش يكون هو الحكم الرئيسي في نهائي كأس سلمان للأندية العربية اللي باش تجمع غدوة النصر السعودي بالهلال السعودي بملعب الملك فهد بمدينة الطائف بداية من 7 متاع العشية. دورية الأوروبية ترجع اليوم، 8 بيرنلي يستقبل المان سيتي في افتتاح مباراة الدوري الإنجليزي. في الليغا الإسبانية 6:30 ألميريا رايو فاليكانو، والتسعة إشبيليا فالونس. في الدوري الفرنسي نيس الفرنسي يستقبل نادي ليل بداية من 8 متاع الليل. كيف اليوم ترجع الدوري السعودي، يرجع في مباراة افتتاحية باش تشهد مشاركة أولى لحارسنا الدولي أيمن دحمان مع فريقه الحزم السعودي اللي باش يواجه نادي أهلي جدة السعودي بداية من 7 متاع العشية. النشرة هذه وكل الأخبار تلقاوها على موقعنا موزايك FM.net.